اديني جيت لك اهو. سمعنا بقى الكلمتين، قول اللي في جوفك يابا. يابا تصدق صلاح، يمكن يابا دي هي مربط الفرس. عرفت اول مره قلت يابا دي امتى؟ كان عندك ساعتها يجي سنتين كده، يوم انا طقطقتها كنت انا غايب ما سمعتهاش. لما رجعت امك قالت لي انك نطقت كلمه يابا ما صدقتش، قعدت تحلفني، فضلت قاعد جنبك طول الليل يمكن تنطقها، لما ما حصلش خدتك في حضني وقلت يمكن لما يطمن يقولها. اول ما خدتك في حضني لقيتك على صرخه واحده، هات عياط وترفيس. ساعتها حسيت انك مفتوم على الخيل من ناحيتي. يا صلاح ده مستكتر عليا انا بابوك، ليه دايما بحس انك انت نفسك تشوفني مكسور؟ عشان ايه؟ طمعان في القرشين اللي حلتي؟ اهو ادي اللي حلت يا صلاح، مفاتيح القهوه والبيت، خدهم يا صلاح بس طلعني من نفوخك. لا يا راجل، لو انت فاكر ان انا عملت اللي انا عملته عشان مفاتيح البيت والقهوه واللي حلتك، لا مؤاخذه انت عارف انا ممكن اشتري بيتك وقهوتك واللي حلتك في ليله. امال ليه؟ ليه بتعمل معايا كده يا صلاح؟ كشفت عرضي على الناس ودوست عليه بالجامد ليه يا صلاح؟ عشان اكسر قلبك، عشان اشوفك قصاد الناس وانت ظهرك محني ما انتش عارف تقيمه. يا ساتر، ايه الشهر ده يا ابني؟ جبت الشهر ده منين؟ وعشان ايه؟ عشان عمري ما حسيت اني من صلبك، عمري ما حسيت اني ابنك. رميتني انا وامي بطول دراعك زي كلاب السكك. عشان اتجوزت عليها يا صلاح؟ وانا كل يوم هقول لك الحكايه دي. امك كانت تعبانه يا صلاح، باختصار كده ما كانتش حلوه للجواز. ولعلمك بقى انا عمري ما اتجوزت على امك الا برضاها وموافقتها. انت كبرت يا صلاح، المفروض تكون عرفت بقى دنيا راجل زي حالاتي كده ما يقدرش يعيش من غير مرة. وبعدين انا طلعت امك ولا رميتها في الشارع، انا شلتها على راسي من فوق وعليت اسمها في وسط الخل وكل يشهد. في ايه تاني بقى صلاح يخليك تعمل معايا اللي بتعمله؟ رميتك ليا برضه واخدك لسيد واخواته بالحضن. يا راجل حرام عليك، ده انا اليوم اللي رفعت ايده من عليك وانتوا بتتخانقوا هبيت فيا انا ورميتني بره. ليه يابا؟ انت ايه؟ وانا مش ابنك؟ يا ابني انت حاجه وسيد واخواته حاجه تانيه. افهم يا صلاح، اللي بيني وبين سيد واخواته مالكش فيه، اللي بيني وبينهم كلمه وعهد بيني وبين ابوهم، مش من حق اي حد انه يعرفها حتى انت. يا سلام، وده ايه السر بقى اللي يبقى بين الاب وابنه ده؟ يا ابني لو السر ده يخصني لوحدي ما كنتش هلاقي حد امنه عليه الا انت، انما السر ده يخص رجاله تانيين يا صلاح، مش من حق اي حد يعرفه حتى ابني. فهمت؟ فهمت يا ابو الرجاله؟ انت تموريني يا ملهم، قولي لي الحكايه بالظبط وانا تحت امرك لو في ايدي. في ايدك وسهله قوي، شغلانه متعود عليها من زمان. حمل التشهير مدفوعه الاجر. شوف يا استاذ، بالاخر كده احنا عايزين قرصة ود بس اتعلم شويه. ماشي، اعتبروها حصلت. مين؟ عامر فواز. ده جوز حضرتك يا هانم؟ طب ليه؟ عشان غبي مصر يعطلي بيزنس بملايين. بملايين؟ اه ملايين. متقلقش هتاخد اللي انت عايزه. ماشي، وانا تحت امركم. فضيحه يا عادل، فضيحه مصر كلها تتكلم عنها. وكل اللي تعمله تشاور على الفضيحه دي وتخلي كل الناس تشوفها. البت دي ايه اللي جابها هنا؟ بت مين؟ انت بتراقبيني؟ انت اتجننت يا بت ولا ايه؟ يا بنت الا بت. طلعت مصدومه يا هوني،
الراجل اللي كنت فاكر انها بتخوني معاه طلع ربيع اخوها الهربان خبيها وبترعى فلوسه بعيد عن الحكومه. يا قلبي يا اختي، يعني لولا حكايه اخوها دي كان كل الموضوع رسي على ما فيش. نهون على انها تطلع خاطيه، لان اعرف ان ابني بيعمل فيها كل ده. والنبي ما تقهر نفسك يا اخو، والنبي ما تقهر نفسك، اللي زي ده ما يستاهلش ابدا انك تزعل نفسك عشان خبطها لي في وشي. انت بتفرح عينيتك على الخلق كلها، رميتني انا وامي في الشارع، طلعني راجل مفتري ما عندي شيء. قطع لسانه. انا ما كنت ساعات بمد ايدي عليه وبضربه، كنت ببقى شايفه سلطان الصغير اللي كان نفسي حد يضربه ويكسر له ضلوعه عشان يخلصوا من الوثائق اللي طلعت. اوعى اوعى تجيب سيرتك بالهيبه يا معلم. العيب مش في الكتر، العيب في الفرح الاول ما بدا حبش في اللي انسى. انسى يا معلم، خد اسم النبي حارس محمد في حضنك، هو اللي بقى هتبص في وشه وتبص في وشها. البنت انت ظلمتها، حقك عليها انك تحط عينك في عينها وانت محقوق لها وتردها لسميتك. محدش ينفع، صدقيني محدش ينفع. راجل مننا بعد ما يشوفك في مرض الشك كده مينفعش يردها لسميته تاني ولا تجمع وياها فرشه مره تانيه. وضباك ضباك يا معلم، ذنبه ايه بس انه يتربى بعيد عن حضنك؟ ذنبه ان ابني، ذنبه الوحيد ان ابني اللي زيي لا كان له في العيال ولا في تربيتهم هيبوظ دنيتهم، عايز انقي الواد مني، مش عايز يطلع شبابي. فضل معايا هيكبر والغل ماليه، هيكرهني. ريتها تيجي على انه يكرهني وبس، كده انه هيطلع كاره نفسه، مش هيلاقي سكته عدله ولا في دنيا ولا في اخرها. انا عايز افهم، تعرفي الجدع ده منين؟ انت اللي تعرفه منين يا سيد؟ عادل ده هو اللي وقعني في كل المصايب، هو اللي فضحني قدام الخلق كلها، هو اللي خلاني مش عارفه اوري وشي للناس. وانت اللي خليكي تشتغلي مع كلب زي ده؟ ده سمعته سابقاه والناس كلها عارفه فضايحه، ده اكل عيشه من مصايب الناس. وانا ذنبي ايه يعني ان انا نيتي كانت كويسه معاه وهو اللي استغلني؟ تسجيل اللي حصل ده اي صحفي بيعمل زيه كل يوم مع اي حد. وانا بصراحه يعني كلامي ما كانش فيه اي حاجه خارجه ولا طريقتي كان فيها حاجه، هو اللي قصد يحطني في موقف مش كويس. وبعدين بما انك عارف كده يعني ايه اللي مقعدك معاه؟ اوعى تكون يا سيد ناوي تفضح حد معاه. الموضوع مش زي ما انت فاهم. امال ازاي؟ انا عايزه افهم ازاي يا سيد؟ اوعى تخليه يعمل حاجه يفضح بيها رحاب تانيه وتشوف اللي انا شفته. انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ الدنيا ضاقت بيا يا اخويا، مش لاقي حد يسمعني، حتى احمد، احمد اللي كان بيخفف عني قال لي كلام خلى نفسي تصعب عليا قوي. انا تعبانه يا سيد، تعبانه بجد. معلش، كل واحد فيه اللي مكفيه. بس معلش قولي لي مالك؟ ايه اللي تعبك؟ الحكاية اللي مش باين لها آخر يا سيد. معتز كلمني وهددني انه هيرفع قضية وهيحبسني. مفيش كلام من ده. طول ما اخوك في ضهرك ما تخافيش.
بأكد تاني للسادة المشاهدين إن لو في أطفال ما يتفرجوش على الحلقة دي، لأن أنا نفسي مصدومة إن ده بيحصل في بلدنا عن ناس أصلاً ما يستحقوش لقب بني آدمين. هنتعرف دلوقتي على التجربة الصعبة للبنتين. أنا مش عارفة أقول إيه عن الكارثة اللي تعرضوا لها. هما هيقولوا بنفسهم. أنا طبعاً مش هوضح أساميكم ولا شكلكم لحساسية الموقف، بس عايز أعرف إيه اللي خلاكوا تخشوا عالم فتيات الليل؟ يعني أول خطوة جت إزاي؟ حضرتك أنا من عيلة كبيرة وساكنين في منطقة راقية جدا، كنتش أتصور إن أنا ممكن يحصل معايا كده. أنا كنت بروح البيوتي سنتر زي أي زبون عادية. تعرفت على صاحبة المكان وبدأت تقرب مني، وما ترضاش تاخد مني فلوس في الأول لحد ما بقينا صحاب. بنخرج ونسافر كده يعني. وبعدين اكتشفت إنها مصورانا جوه المكان ومعاها سيديهات ممكن تفضحنا بيها في أي وقت لو ما سمعناش كلامها. حضرتك لو تفتكر من فترة الفنانة بيري سيف تصور لها فيديو في غرفة التجميل وبعد كده شهروا بيها شوية. اه طبعا عارفاها، دي كانت عاملة ضجة كبيرة. ده نفس البيوتي سنتر ومحدش عمل حاجة لصاحبتي في وقتها. اللي هي تبقى مين بقى؟ اسمها ايه؟ واسم المكان ايه؟ وانا هبلغ دلوقتي على الهوا للمسؤولين. لا ما ينفعش نقول عنها أي حاجة، حضرتك البيوتي سنتر ده في المعادي وإعلاناته في كل مكان مشهور يعني، وصاحبته مسنودة. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، مفيش حد فوقكم واللي عمل حاجة لازم يتحاسب عليها.